وللحديث عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق واللجوء العراقيين إلى المواد الاستهلاكية المدعومة ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. حياكم الله دكتور محمد. أهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الأكارم. أهلا بك دكتور محمد. بداية، يعني 12 مليون عراقي دخلهم الشهري لا يكفي سوى لأيام، والنسبة كما تعلم تزداد. يعني السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إلى أي حال هذا الذي وصل إليه العراق اليوم، وكيف يمكن أن يحدث ذلك في دولة غنية بالموارد كالعراق؟ أعتقد هؤلاء 12 مليون عراقي دخلهم الشهري لا يكفي، هم مسؤولين عن عوائل على أقل تقدير أنه العائلة الواحدة منهم هي تتألف من 7 أشخاص، ولذلك دخلهم هذا لا يكفي، خاصة وأن هناك زيادة مضطردة في الأسعار، وعلى أثر الإجراءات اللي اتخذت حول الدينار العراقي والدولار الأمريكي، وبذلك أصبح العامل والكادح مثقل في عملية شراء المواد الغذائية، وحالته لا تسر أحد، ولذلك يجب علينا أن نقول لهؤلاء إنكم أردتم تنفيذ مخطط إمبريالي صهيوني. هذا المخطط جاء بعد 2003 من أجل تجويع الشعب ومن أجل تدميره وعودته، كما قال وزير خارجية الولايات المتحدة، إلى العصور المظلمة. يكفي أن عراقنا عراق غني وله مواد وموارد تأتي من خلال بيعه للنفط، ولذلك يجب عليكم أن تتخذوا إجراءات من أجل مصلحة المواطن العراقي، وليس من أجل مصلحة الذيول وناهدي ثروة هذا الشعب. نعم، السؤال هنا، يعني أين تذهب واردات النفط وفوارق ارتفاع سعر برميل النفط عما هو مقرر بالموازنة؟ لماذا لا ينعكس ذلك على المواطن الفقير في العراق؟ هناك موارد كبيرة، وخاصة بعد ارتفاع سعر البرميل جاءت إلى العراق نسبة عالية من المدخول، لكن تعافي الاقتصاد العراقي وخاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط والواردات العراقية يتطلب حكومة وطنية كفوءة تأخذ على عاتقها مهمة تسيير الأمور بشكل ينسجم انسجاما كاملا مع متطلبات المواطن العراقي، وليس من أجل إعطاء هؤلاء الذين يعبون جيوبهم بالمال ويحاولون تهريب العملة وغسل الأموال إلى الجارة إيران. يا ليتنا لم نكن بهذا الجار، جار كما يقال المثل العراقي، كومة حجار ولا هذا الجار، لأنه يأتي بكثير من الأمور التي تسيء لشعبنا، ولذلك يجب أن يقطع هذا الدابر الذي هو بالأساس السبب الأساسي والرئيسي في تجويع شعبنا في هذه الوضعية، واستغلال الموارد التي هي ملك لهذا الشعب وللأجيال القادمة تذهب إلى دولة إيران من أجل أمشية الأمور لها، وهم يأتون بقضايا خاصة لتدمير المجتمع العراقي بما فيها مسألة المخدرات، إضافة للمواد الغذائية الذي بالإمكان أن يكون الفلاح العراقي جاهزا من أجل إنجاج عوامل زراعية متؤهل لطرح هذا المنتوج. لولا جارة إيران لم تأتي إلا من أجل تخريب البلد، ولذلك الأنهار التي كانت تصب في دجلة والفرات جاء
جاءت بها إلى الداخل الإيراني من أجل أن يكون هناك تصحر ولا تكون هناك زراعة. هؤلاء هم يقدرون المسألة بهذا الشكل من أجل أن تبقى العلاقات مع إيران، وهي المستفيدة من العملة الصعبة التي تأتي نتيجة الكهرباء والماء وكذلك المواد الغذائية وغيرها من الأمور التي تأتي. طيب دكتور، من الجارة إيران. دكتور محمد، في هذا السياق يعني أي فائدة يجنيها العراق من السياسات الاقتصادية الحالية وربط اقتصاده مع إيران كما ذكرت؟ لماذا تصر الحكومة على الاستمرار بها رغم الانعكاسات الكارثية على المواطن العراقي الذي ينتظر اليوم في طوابير لشراء بيض المائدة بسعر مخفض؟ أنا باعتقادي أنه الآن على الحكومة أن تكون جادة، إذا هي فعلا جادة وأنا أشك بجديتها، أن تأتي بحل ملائم لطبيعة العراق من حيث نمو زراعة وصناعة وعدم الاستغلال من قبل إيران لتصدير موادها من أجل أن تأخذ العملة الصعبة من العراق، ولذلك يكون العراق ليس بحاجة إلى إيران أو أي بلد آخر، لأننا بلد النهرين، بلد الزراعة وبلد الثروة المعدنية عندنا من النفط. الآن بعد ارتفاع سعر البرميل الواحد إلى 100 دولار جاء لخزينة العراق بمبالغ طائلة ممكن الاستفادة منها لو وجدت هناك كما قلت سابقا حكومة وطنية وكوادر ملتزمة بهذا المجتمع، ومن أجل إيجاد مجتمع عراقي مترفه يعيش كما يعيش الآخرين في بلدان ثانية. لماذا هذا الإجحاف بحق الشعب العراقي؟ إن شعبنا لا يستحق مثل هذه الأمور. شكراً. على يد هذه الطغمة والعمالة والذيول. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لك.